What?
كده ليه يا نجاتي؟ حرام عليك، ده اخويا، تحرمني منه ليه؟ ده انا ماليش غيره في الدنيا يا نجاتي. يا حبيبتي اللي انا عملته ده هو الصح. اخوك خلاص بقى خطر على نفسه اكتر ما هو خطر علينا، ولو سبناه اكتر من كده ممكن يعمل مصايب. تقوم تجيبهم ياخدوه تسلمه بنفسك بايدك. ما تقلقيش حبيبتي، ما تقلقيش، انا هدخله مستشفى خاصه وخليهم يهتموا بيه جدا. المهم تاخدي بالك انت من صحتك وما تلهقيش نفسك اكتر من كده. الو. ايوه يا ميسه، عارف. ايوه اديناه المستشفى. المستشفى ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ انت ازاي تسيبيه يخرج من البيت؟ أنا ما سبتهوش يا أستاذ نجاتي، ده هو اللي سهلني وأنا نايمة. يا أستاذ نجاتي أنا غصب عني. طب اهدي اهدي بس. أيوة هبقى أتصل بيك وأطمنك أنا. اشربي يا حبيبتي، اشربي. خدني هواكي على سهواك قبل هواكي ما كنت اهوى، لا شوق يجيني والشوق كاويني ونسيت طعم الشاي والقهوة، نسيت طعم اهلا استاذ الاساتذة. مفيش اي تليفونات شغل ولا حاجة؟ بنتك ميسة سألت عليك وبتقول لك عايزاك تروح لها ضروري ضروري ضروري. ميسة ما قالتلكش هي فين؟
في الفيلا. بتاعت حماتها؟ لا، في الفيلا بتاعتكم فوق السطوح. سطوح؟ سابني هواكي على سهوة ونسيت طعم الشاي والقهوة، نسيت طعم الشاي والقهوة. اهلا يا دكتور، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي المدام النهارده؟ اديك هنشوفها، حالتها صعب جدا، منهاره ومش عارف اعمل لها ايه. طب ممكن نشوفها؟ اتفضل حضرتك. شكرا. مديحه اصحى حبيبتي، الدكتور جاي عشان يشوفك. مش عايزه دكاتره، مش عايزه دكاتره، عايزه اخويا، عايزه حازم. طب اهدي حبيبتي، اهدي حبيبتي، اهدي، خلي بس الدكتور اللي بره ده يشوفك الاول. انت ليه دايما عايز تحسسني ان انا عيانه؟ انا كويسه يا نجاة، عايزه اخويا، عايزه حازم، هاتلي حازم يا نجاة. طب اهدي يا حبيبتي، هاتلي حازم. اهدي يا مديحة، اهدي يا حبيبتي. عايزه حازم. حاضر حاضر. عايزه حازم. حاضر حازم. حاضر يا دكتور، الحقني الحرجة ده. عايزه اخويا، عايزه حازم، هاتولي حازم، هاتولي حازم. بقى كده يتجوز مديحة ويرمي جوزك في المصحة، وانا انا نايم على وداني؟ لا لا زهدي، دي لعبة كبيرة قوي وانا مش لازم اسكت عليها. مش بعيدة يا بنت انت كمان يطلعك بلوشي. بقول لك يا ميسة، انت تاخدي امك واخواتك وتقعدوا في الشقة، الواد ده تعبان. ايوه تعبان، اللي يلعب اللعبة دي على مديحة وياخد اخوها مش بعيد يلعب على واحدة زيك. بس ما تخافيش انا مش هسيبك. طب امال انت هتعمل ايه دلوقتي يا؟ هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هلعبه عشان اكل؟ لا، هلعبه على واحدة ونص. طب خلي بالك من نفسك يابا. ما تخافيش على ابوك يا بنت، ابوك مايسترو، يلعب فرقه بحالها بالصنف بتاعه ده. ده انا حزرفه زفه، ده انا هلاعبه لعب، ده انا هطبله. ما تقلقيش على ابوك. يلا يا اولاد، يلا صبحات ما نام. حسب عليه بالراحه. يلا يلا. فين الاستاذ بتاعكم؟ ها فين الاستاذ نجاتي؟ الراس الكبيره فين؟ الاستاذ مش موجود. مش موجود؟ لا 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 تكذبي يا استاذ، مش كده، ده مكان محترم. محترم؟ دي مافيا. انت فين يا استاذ؟ لو انت راجل صحيح اطلع لي بره. انت فين يا استاذ؟ مش كده. مش كده؟ امال ازاي؟ انت فين يا فندي؟ انت فين يالا؟ حلو كده؟ الاستاذ مش موجود، لسه ما جاش. طبعا ما جاش، لا بيطبخ عشان ياكلها لوحده. لكن لا، انا المايسترو. عارف يعني ايه المايسترو؟ ده هو ما سمعنهوش طبال عندي. لولا انا عندي مؤقف في الدش ما كنتش اتحركت من هنا. انا ماشي 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 وانا بيدي. اعوذ بالله من ده راجل، هو ما يجيش هنا لما يعمل لنا مشاكل؟ اتفضل يا ام، تعالي اتفضل، تعالي افتحي يا ام، اقعدي يا ام. ده بيتك ده يا ميسة؟ ده حلو قوي، ده زي اللي بيطلع في التلفزيون. صحيح يا ميسة، انت عايشة بقصر. يا بنتي بالنسبة لنا احنا ده قصر. جريم، ده وقت عياط، تيجي ترتاحي ولا جاي تعيطي؟ سلامتك من الاه يما. انا عارفه انت عايزه تقولي ايه، انت عايزه تقولي ان انا شلت الهم بدري. معلش معلش يما، محدش بيختار نصيبه بايده يما. لسه ما قلتش يا عيني. ده ايه الدوشه اللي عملتها في المركب دي؟
كان ممكن ابلغ البوليس واديك في 60 دقيقة. ما بلغتش ليه؟ عملت خاطر لبنتك؟ لا كل اخواني وامهات كل اخواني. ايه؟ هنقف كده مش هتخلي الجو عشان تعمل فاهم؟ انت عايز ايه يا زلمة؟ عايز اعرف ايه اللي في دماغك؟ عايز اعرف ايه اللي في دماغك يا نجاتي؟ بيه؟ نجاتي بيه؟ الحاج مطعم. طب ما انت قلت زهدي حياتك، زعلتش انا؟ اختصر يا زهدي قول لي عايز ايه؟ شوفك المفهوميه، انا عايز اقول لك انك تفهم حلقه في التاني، انت راجل متعلم ومثقف وتفهم قوي. الفيلا اللي انت واقف على بابها دي بنت ليها فيها اكتر ما انت ليك فيها. طب في كلمتين بقى اكون مفهوميه عايزك تحطهم حلقه في ودنك. بنتك دي ممكن تتطلق في ظرف ساعه، لا مش ساعه، في ظرف دقيقه. روحي وانت طالب اقل من دقيقه، ساعتها لا حطول ابيض ولا اسود. طب انت فاهم ماله بس يا نجاتي باشا؟ بيه؟ نجاتي بيه. واتفهمته يابا؟ ما لحقتش يابا. ما قالكش حاجه عن حازم؟ ما طمنكش عليه؟ ده خدني في دوك، خلاني اكلم نفسي. انت مش قلت ان انت هتلعبه عشان كده؟ ده باين هو اللي لعبك عشان اجي غصب عني. مسكني من ايدي اللي بتوجعني، ضرب لي دورة مي فاصولا سي، قعد يضرب على الوتر الحساس، يعني ضرب كرسي في الكلوب. قال ايه؟ عايز يطلعك من حازم. طب ومديحه ما شفتهاش؟ ما لحقت اقابله، ده انا حتى ما جابليش كوبايه ميه. طب وبعدين الحل ايه؟ هنسكت كده؟ يا ناري يا ناري، بعد العز ده كله تروحي تاني على بيت امك؟ معقوله تبقى ليا وتروح لغيري؟ يابا يابا ابوس ايدك، فوقلي شويه، هي كل حاجه بتفكر فيها لنفسك، فوقلي بقى. معقوله يا ناس بعد ما لعلعت، بعد ما لعلعت قوي تولع فجأة؟ ست شمس فتحي موجودة؟ لا يا ابني في حاجة؟ ايه فين لو سمحت؟ هي مش هنا، في ايه؟ في اعلان لازم حد يستلمه. فضل اعلان؟ اعلان من مين يا ابني؟ من جوزها. جوزها؟ اخس عليك يا زوجي كده برضه تعملها. زوجي مين؟ اسمه رضا. فضل رضا؟ طب ما تعرفش يا ابني عاوز منها ايه؟ والله فضل تمضي على الاتصال ده وتروح المحكمه تعرف كل حاجه. اتفضلي انت. مش عايزه ابر، انا مش حازم. حرام عليك يا نجاتي. حرام عليك يا نجاتي، تعمل فيا كده ليه؟ طب انت شايف ايه يا دكتور؟ لا دي حالتها صعبه جدا ولازم تتنقل المستشفى حالا. مستشفى؟ ايوه. الا المستشفى، دي عقدتها المستشفى. دي هتبقى تحت رعايتي. والله مش عارف اقول لحضرتك ايه يا دكتور، بس انا شايف انها جايز ما توافقش على الاقتراح ده. انا ان شاء الله لما اجي المره الجايه هحاول اقنعها. خلاص اللي تشوفه حضرتك. اوكي. السلام عليكم. فقط. مع السلامه. بس طول ما انا جنبك ما تخافيش، ما تخافيش ابدا يا حبيبتي. الدكتور كان مصمم انه ياخدك المستشفى، قلت له لا يمكن، لا يمكن تاخد مديحه المستشفى. مديحه ما تبعدش عني دقيقه واحده، انا مستعد اعمل لها هنا اللي هي عايزاه، واللي انتوا هتقدروا تعملوه في المستشفى ممكن يتعمل هنا، لكن مديحه تبعد عني على جثتي. انا دلوقتي بس حبيبتي حسيت بالنار اللي كانت جواكي لما خدوا حازم المستشفى، عشان كده مش عايزك تبعدي عني ابدا. هو الدكتور قال لي انه هيحاول يقنعك، لكن انت ممكن ترفضي.
تقبليش انك تروحي معاهم المستشفى. سامعانا يا حبيبتي؟ هموت خلاص جعان مش قادر. يلا يا ميسم. لا انا هاكل بقى. انا بعدين بقى زعقوا ليه؟ عيب كده. طب بسرعه يا ميسم وزع الاطباق على اخواتك لحد ما ادي ماما على الشرب. خلاص ما تنساش منال. يا ميسة بسرعة أنا جعان هموت. ماما أنا جبت لك شوربة حلوة أوي هتعجبك، يعني مش هتجربي شوربتي؟ يمكن تكون أحسن من اللي في البيت. طب بلاش الشوربة. مش هتتكلمي بقى؟ ترى ميسة يا ماما. طب مش هتفضفضي؟ أنا عايزاكي تفضفضي وتطلعي بقى اللي جوه قلبك ده. يما كفاية بقى كده. يما احنا محتاجين لك. محتاجين ناخد رأيك. محتاجين لحنيتك. محتاجين لكلمة حلوة منك. كلميني يما، كلميني عشان خاطري. اعمل ايه يا ماما مع الراجل جوزي ده؟ العمال كل يوم بيطلبوا مني فلوس، ده غير السباكه والكهرباء والنقاشه، مش ملحق على ده وده وده، وزهدي حاطط ايده في الميه البارده. مش عارفه الراجل ده ما بيحسش، ما عندهوش دم. قولي لي اعمل ايه معاه؟ خدي الاول شوفي هتعملي ايه مع دي. وايه ده كمان؟ شوفيها وانت تعرفي. بس بقى يا مناعه عشان متابع الفيلم من زمان. بس اقعد ساكت. تابعوا فين؟ احنا ما عندناش تلفزيون. سوري خلاص. ما تقومي تفتحي يا منال. اه صحيح ده نسيت، كل شويه انا افتح، انا لازم افتح دايما كده. شغلانه اروح واجي اروح واجي. يا مين؟ عادل؟ انتوا هنا انا بدور عليكم. مش عارفه يا ماما اعمل ايه في المصيبه اللي هلت عليا دي. انا نصحتك يا حبيبتي وانت ما سمعتيش كلامي. اشربي بقى. انا هنا يا ابني الحلال، لا عايزه جاه ولا كتر مال. احلم بعيش ام لا؟ يا جماعة في حد متلوكوا في اتوبيس ولا حاجة؟ ولا الأغنية بتاعتي مش عاجباكوا؟ خلاص نغيرها. يا تاكسي الغرام يا مقرب البعيد. زهدي أنا تحت أمرك. ابعد عني الساعة دي، أنا مش طايقة نفسي. ليه يا حبيبتي؟ دي خلاص هتحلو وتبقى فل وتلعلع وتبقى فوق أوي. ابعد عني الساعة دي، بقول لك مش طايقة نفسي. إيه في إيه؟ أنت مودك مش حلو ليه النهاردة؟ معلش يا ابني عشان خاطري سيبها في الهم اللي هي فيه. ايوه حماتي، بس يعني انا جوزها برضه ومن حقي ان انا اعرف هي متضايقه ليه. اصل طريقها عايز ياخد البنت منها. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. بس هي دي كل الاخبار؟ يعني اللي اسمه نجاتي هو اللي دخل حازم المستشفى. طب والست مديحه راضيه ان اخوها يترمي كده في المستشفى؟ ما هو ده اللي قلقني، ازاي الست مديحه تسكت على كده؟ ده حازم ده كل شيء في حياتها،
ده هي جوزتني له عشان اخدمه ودفعت مبالغ قد كده. يعني لو عايزه تدخله مستشفى من الاول كانت عملتها من زمان وخدتها من قصرها. معاكي حق. واللي قلقني اكتر ان حازم ما بيحبوش ودايما يقول عليه وحش وانه ضربه. اللي خلاني اشك كمان كلام ابويا. ابويا؟ يعني انت مش عارفه ابويا؟ ده ما بيحبش اي حد، واللي ما بيستفادش منه بيطلع عيوب الدنيا كلها فيه. يعني انت مش عارفه ابوكي؟ ده بيعمل من الحبه قبه. يا عادل ده ماسك ابويا من ايديه اللي بتوجع وبيهدده دايما بطلاقي من حازم. طب والست مديحه رايها ايه في الكلام ده؟ الست مديحه ما بتتصلش بيا خالص ولا كاني مرات اخوها ولا حاجه. الست مديحه مش كده، على ما بسمع منك ومن امي انها طيبه. انا ما بقتش عارفه حاجه خالص، ما بقتش عارفه ايه الصح وايه الغلط. بقولك ايه يا ميسة، طب ما تروحي انت تطلي عليها وتشوفيها. ايه ده؟ مساء الخير. انت ايه اللي جابك هنا؟ مش قلت لك اقعدي في البيت؟ انا جايه اطمن على ست مديحه. هي عايزه فلوس؟ لا هي مش موجوده. اذا كان عشان حازم اطمني، حازم كويس وانا هبقى اطمنك عليه. ايوه بس انا عايزه اطمن على ست مديحه. يا ست مديحه تعبانه ومش عارفه. مديحه؟ ايه يا حبيبتي اللي اقولك من السرير؟ انت مش تعبانه؟ نجاتي. يا حبيبتي الدكتور قال انك انت تقعدي في السرير، انت تعبانه دلوقتي. تعالي يا ميسه. نجاتي من فضلك سيبني شويه مع ميسه. اقعدي. سامحيني يا ست مديحه، انا لو اعرف ان انتي تعبانه كده كنت جيت لك من زمان. فهميني يا ميسه، ايه اللي خلى حازم يجي الفيلا هنا ويتهجم على نجاتي؟ بصراحه يا ست مديحه، حازم اول ما عرف ان انتي اتجوزتي نجاتي حاله اتقلب، وبعدين هو سهاني وانا نايمه وهرب. طب ايه اللي خلاه يعمل كده؟ ما هو انا قلت لك قبل كده وانت ما خدتيش كلامي جد. لا يا ميسه، المساله مش مساله غيره، المساله اكبر من كده بكتير. بصراحه انا مش عارفه اقول لك ايه. قولي يا ميسه، قولي كل اللي عندك، ما تخبيش عليا. حازم رسم صوره وقال لي عنها. ميسه ايه؟ مش كفايه كده بقى؟ خلي الست مديحه ترتاح. لا يا نجاتي، ميسه قاعده معايا، روح انت شوف شغلك. يا حبيبتي انت لازم تنامي وترتاحي، وانت يا ميسه لو عايزه فلوس تعالي عشان اديلك. انا ما جيتش عشان الفلوس، انا جيت اطمن على ست مديحه. نجاتي انا قلت لك سيبنا لوحدنا. خلاص براحتك يا حبيبتي، انا بس كنت عايزك ترتاحي. لو سمحت يا ميسه قومي اعملي ليمون للست لمدام مديحه. حاضر. ايه يا مديحه؟ بقى انا بحاول اروق لك الجو وانت برضو عايزه تجيب الهم لنفسك؟ دول شويه حوش. انت نسيت انت مين وهم مين؟ دي مرات حازم، مش غريبه، يعني واحده من العيله. يا حبيبتي دي شغاله وهتفضل شغاله، ولا احنا كدبنا كدبه وهنصدقها مديحه؟ دي حقيقه، لا انا ولا انت نقدر نقول لا. ارجوك ما تفورش دمي اكتر من كده. طب يا حبيبتي خلاص اهدي، انا ماشي. اتفضل. انا اسفه يا ست مديحه اذا كانت مجيتي يعني هتعمل لك مشكله ولا حاجه. خلينا في الموضوع اللي احنا فيه يا ميسه، ايه حكايه الصوره دي؟ ما انا خايفه اتكلم ازود المشاكل اللي بينكم. ميسه انا عايزه اعرف كل حاجه عن حازم، وانت الوحيده اللي كنت قاعده معاه. ارجوكي أرجوكي ما تخبيش عليا حاجة، قوليلي كل حاجة، وإيه حكاية الرسمة دي؟ بصراحة يا ست مديحة، حازم رسم كام رسمة كده وكتب عليها نجاتي الوحش، ولما سألته قال لي ده ضربني على دماغي، ومن ساعتها حاله اتقلب، ومبقاش طبيعي، ولما بقوله قال لي أنا عايزة أروح لمديحة بأي طريقة عشان ده هيموتها. أكيد ده زوجي جوز الشغالة اللي عندك. لا يا نجاتي ما اعتقدش ان هو ممكن يعمل كده، مش غبي هو للدرجاتي. مديحة انت القيبة وعلى نيابك. لا انا مش شايفة زوجي خالص. وبعدين بصراحة بقى انت غلطانة، حد يسيب فلوسه كلها في البيت؟ ما عندك 100 بنك. انا ما بحبش اتعامل مع البنوك، اقول عودت على كده فلوسي تبقى جنبي. المهم دلوقتي
هتصرف ازاي؟ مش عارفه. على العموم انا رايحه لكريمه دلوقتي. رايحه لكريمه؟ رايحه للحراميه بوليكي؟ حرامية ايه بس يا نجاتي؟ ما جاتش امبارح، لو جت ما كانش حصل كل ده. طيب انا هاجي معاكي وهكشف لك زوجي ده قدام عينيكي. لا ما سيبش شغلك انت. لا ما تقلقيش، يلا اتفضلي. لا لا يا ست مديحه، ما تجيش حق في الكلام اللي انت قلتيه لكريمه ده. لا لا انا مش حرامي، انا عمري ما مديت ايدي على حاجه، وانت بالذات ده الايد تتقطع لو مديت ايدي على حاجه من عندي. لا لا انا مدي ايدي على حازم. حازم ده زي ابني، هتستهان يعني؟ ده انا عارف العب معاه واناقش ولاطفه، وعارف العب معاه اللعبه دي كده هو. وده في مره حتى في قمره ايديه عدت جت في عينيا، قلت انا مش مهم يمكن تتعدل برضه ويبقى خير يعني. ده حبيبي حازم ده، قعدت العب لحد ما سبته ومشيت. ايه اللي جاب اللي فات ده هنا؟ الحقيقه زي انا جاي ادور على ليا. انت الاخر جاي تطمن على الست هاني، تطمن على فلوسها، على مين اللي سرقها، تعرف مين الحرامي. الحرامي واضح، بس الهاني بقى هي اللي قلبها طيب ودايما بتسامح. طبعا طبعا الهاني قلبها طيب، بتثق في كل الناس، بس يا ريت الناس بقى يقدروها ويحافظوا عليها مش ينهبوها. قصدك ايه؟ قصدي انت عارفه كويس قوي، واللي على راسه بطحة بيحسس عليها. ميسة انا لازم اشوف ابوكي ضروري. بلبل وطرف الهوى من بعد ما ربيته خان الوداد ليه، ده كان ده بلان وحيته. تصدق ان انا حرامي؟ في دي بقى اصدق. انا حرامي؟ شفتني بزرع قبل كده؟ اه بتسرق الحان. الحان ايه مالك يا استاذ؟ متضايق من ايه؟ فضفض وقول لي. بنت ميسة بنتي. مالها؟ تقولي ان انا رحت سرقت الفيلا بتاعت الست مديحه؟ لا ملاش حق. انا مديت ايدي على حاجه؟ لا بصراحه انا بهزر يعني، انت مالكش في السرقه. ده حرام والله العظيم حرام، دايما متهمني بالحكايه دي. ازاي؟ هي الست مديحه بتقول ان انا سرقت، وانا قلت لها روحي بقى، روحي قولي لها شوفي الحرام اللي عندك. ومين الحرام اللي عندها؟ نجاتي. مين نجاتي ده؟ ونجاتي ده اللي عايز يتجوز الست مديحه. الله، ومين مديحه؟ الست مديحه دي اللي هي صاحبه الفيلا، اخت حازم. الله، ومين حازم؟ حازم ده يبقى جوز ميسه. ومين ميسه؟ ميسه دي تبقى بنتي. بنتك؟ ومين انت؟ مين انت؟ ما اعرفش فين انت؟ فين انت؟ جاي لك جاي لك جاي لك يا قصير جاي لك. ايه اتخضيت يا جميل؟ هو انت 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 ولا انت قدام؟ انت انت حبيبي النار اللي بحبه. ايه همبكه جوه؟ انت زودتها قوي. لا لا اقدر لوحلي قلبي همبكه جوه يا استاذ. وبعدين معاك، هو انت كل ما تيجي تعمل لنا الدوشه دي؟ لا المره دي مفيش دوشه خالص، المره دي في تصفيه حسابات يا جميل. هاخد نجاتي بيه احطه في المسرح، اعصره وانفضه وانشره لحد ما ينشف لوحده. خش قولي له ام حرنكش الغساله جايه لك. ام حرنكش الغساله؟ المايسترو يلا. ادخل. انا هو انا هو انا هو. انا ايه اللي جابك هنا يا زفت انت؟ الله 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 الله، واحده واحده. اتنين قهوه سكر زياده عشان ايه؟ نظبط الدماغ وندوز الكلام. تفكر نفسك فين هنا؟ ده قهوه. اتفضل بره وانا جايب لك الفراشين اللي طلعوك من هنا. الله الله، مش تعرف الاول انا جاي ليه قبل ما تبدا الفرقه بتاعتك؟ مش عايز اعرف انت جاي ليه. اتفضل اطلع بره. مضطر اروح بقى للست مديحه عشان هي طلباني بالاسم. خلي بالك بالاسم مش في الاسم. اتفضل انت. الاثنين زياده زياده زياده. حماده 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 حماده. نعم عايز ايه؟ مش قبل ما دوزن بس كده واظبط الدماغ. انا مش ناقصك، قول لي عايز ايه؟ انا مش عارفه ابويا اتاخر كده ليه. انا قلت له سيب كل اللي في ايدك وتعالى على طول.
انا لازم اشوفه قبل ما يجي نجاتي. ما انا قلت له ما تتاخرش يابا، قال لي مسافه السكه. امال ايه اللي اخره لحد دلوقتي؟ مش عارفه. اهو جه. ايه يابا اتاخرت كده ليه؟ المواصلات. طيب اتفضل. اهلا اهلا استهان، الف لا باس عليكي، الف لا باس عليك استهان. انا اول ما عرفت ان حضرتك بعافيه جيت جري. هو مين اللي دخل الفيلا يا زهدي؟ حضرتك بتتكلم على ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت عارف؟ انا عارف ايه؟ انا ما شفتش حاجه خالص. في ايه يا ميسة؟ انت قلت الست هانم ان انا شفت حد؟ ارجوك يا زهدي اتكلم اتكلم، ما تخافش. مش اخاف من ايه ولا استهانم؟ انا ما شفتش اي حاجه خالص. امال ايه الكلام اللي قلته ان جاتي عندي في المكتب؟ ها؟ ده تلقيح كلام يا ست هانم، عشان هو اتهمني ان انا حرامي. يعني انت ما شفتش حد؟ استهانم بس، يعني هكدب ليه بس يا استهانم؟ ده انا راجل صاحب عيال، ما ينفعش اكدب في السن ده، ده حتى الكذب خيبه. بجد يا زوجي؟ شوفي الحرام اللي عندك. ميسة ميسة معلش، انا هضطر استاذن، انا عشان عندي فرح لازم اروح واتشطف كده واحط رجلي في ميه وملح واتكلم وانزل عن اذنك. ها؟ بالاذن بالاذن. انت ليه ما قلتلهاش على الحقيقه؟ ليه عملت كده؟ انت قبضت الثمن مش كده؟ الثمن ايه اللي انا قلته؟ حتى لو كنت قلت لها ما كانتش هتصدقك. لا كانت هتصدقك، لانها بتدور على الحقيقه، ده هي اللي بعتالك. انت ليه بتعمل كده؟ كل ده عشانك انت، افهمي بقى. مش صحيح، انت ما بتعملش كل حاجه في الدنيا غير عشانك انت. انت اللي مش فاهمه مصلحتك، ولا فاهمه انت بتقولي ايه، ولا فاهمه بتعملي ايه. السلام عليكم. ست مديح، ست مديح، ما تصدقيش ابويا يا ست مديح، هو اللي قايل لي بعظمه لسان، هو اللي قايل لي خليها تشوف الحرامي اللي عندها. حرامي؟ مين اللي حرام يا بنت زهد؟ ايه يا مديح؟ خلاص؟ بتشك في جوزك؟ الناس دول بدأوا يلعبوا في عقلك؟ أنا خلاص يا نجاتي، ما بقتش قادرة أصدق مين ولا أكذب مين، حرام عليكوا سيبوني بقى كفاية. صدقيني يا ست مديح، أنا اللي بقول لك الحقيقة، صدقيني، هو اللي سكت أبويا بفلوسه. كدابة كدابة زيك زي ابوك، انتوا الاتنين صمت واحد، لكن العيب مش عليكي، العيب على الست هانم اللي سايباكوا تعيبوا في الناس الاشراف. حرام عليكي يا نجاتي، خلاص كفايه كفايه، ارحموني، حرام عليكوا، تعبت. حبيبتي مالك؟ يلا امشي بره، امشي اطلع بره، كفايه اللي حصل من تحت راسكوا بره. حلو قوي هنا، روح هات الحجر بسرعة. بسرعة هلا. ايوه جاي، ثواني يابا ثواني. يلا هوية. قليل. لا لسه شوية. قليل. ايه يابا؟ ايه بتبصي لي كده ليه يا بت؟ كمني جبت الشيشه هنا في البيت؟ انت بعد كل اللي عملته ده ولسه بتسال؟ مالك يا بت شادة اوتارك عليا كده ليه؟ انت قلبك ايه؟ حجر؟ لا. تكلميني ازاي بالطريقه دي؟ تنسى يا بت ان انا ابوكي؟
انت يا ريت تقدر يعني ايه كلمة اب، لان الكلمة دي معناها كبير. كده برضه يا ميسة كانش العاشق اول مرة تغلطي فيا، معلش كمان ربنا اداك يعني كرمك. انا ربنا كرمني عشان اخواتي الغلابة وامي اللي ضايقة المر منك. لا ده انت مش ناوي تجيبيها البر بقى، انت لازم تتقدمي. زهدي نزل ايدك. حسك عينك ترفع ايدك على بنتي؟ اخد مني 2000 جنيه وقال لي هبقى اعدي عليك تاني، واضح انه هيلزقلي. ما دام الحكايه وصلت لكده يا نجاتي الحقها قبل ما تصحى وتفوق، ولا انت عايزها يعني تعرف الحقيقه وتمسك فيك وتهد كل اللي بنيته؟ مش عارف يا بهاء، انا حاسس ان انا اتورطت ورطه انا مش قدها ومش عارف اتصرف ازاي. انت جاي دلوقتي تقول لي اتورطت وتعمل لي مش عارف ايه؟ لا حبيبي انت ماشي في سكه كلها نار، اما كنتش تلحقها هتولعك. طب قول لي هعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اسمع، زهدي ديته معروفه، كل ما يفتح بقه ارمي له قرشين وهو يسكت. الاهم لازم تفكر فيه. ما هو ده اللي مخوفني بقى، هو ده اللي مخوفني، خصوصا بعد الكلام اللي قالته الميسة. اضرب على الحديد وهو سخن يا نجاتي قبل ما الحديد يكلبشك يا حياتي. انا عارفه اتاخرت كده ليه. انا عارف، هو في محكمه، في محكمه بتقعد لحد الساعه 4. يا رب جيب العوائب سليمه يا رب يا رب يا رب، يخلي لها بنتها يا رب يا رب يا رب، البنت ترجع تعيش معانا تاني يا رب. خير؟ ايه اللي حصل يا بنت؟ دي الدنيا كانت مقلوبة عليا وانا مش واخدة بالي. خير؟ خير؟ خير هيجي منين؟ البنت هتضيع من ايدي. فاشر تضيع من ايدك ازاي وانا موجود؟ انت ناسي ان وراك رجالة. يا اخويا تلهي كده واسكت. المحامي قال لي ما دام انت متجوزة وجوز الام معاه البنت يبقى لازم البنت ترجع لابوها. الله 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 الله. طب وايش عرفهم ان انت متجوزة؟ ولاد الحلال كتير. مفيش غير مأمون. طب والعمل ايه يا بنتي؟ زهدي لازم يطلقني. ايه؟